بسم الله الرحمن الرحيم. الشات جي بي تي بدأ يحصل فيه عملية تطوير ممتاز جدا، التطوير بصراحة سريعة، والشركات هنا بدأت تنافس بعض، وبدأ الشات جي بي تي يدخل في المسابقة وبدأ يعمل تنافس على مستوى عالي. يعني ايه الكلام ده؟ بدأ يعمل لسن تعليمي، بدأ يعمل حاجات تعليمية، اتنين بيكلموا بعض بيعملوا شات، لمجرد ان انت بس لما تتفرج على الشات ده بتبدأ انت تتعلم حاجة معينة او تتعلم حاجة هم عايزين يوصلها لك، او انت تقدر كمان تعمل حاجة مهمة انك انت تقول له انا عايز كذا، انا عايزك ترسم لي كذا وتعمل لي كذا ويقول لي كذا، يقول له حاضر. تعال نشوف الكلام ده بتعمل ازاي مع بعض. بندخل هنا على الموقع اللي انت شايفينه ده، وبنبدأ ندوس هنا، بيديك الشاشة اللي انت شايفها ديت، بناخد الشاشة دي بيقول لك لازم تسجل دخول، بقول له حاضر، ببدأ ادوس هنا عشان يعمل لي الساين ان بتاعتي وابدأ اسجل. بعد ما مسجل دخول هنا باجي اعمل ايه؟ باجي ادخل هنا، انا مسجل اصلا جاهز، فبيبدا يقول لي طيب هبعت لك هنا على الايميل بتاعك دوت، هبعت لك الكود دوت، وبعد ما ابعت لك كود انت لازم تدخل بيه. باجي ادخل بالكود على الموقع اللي انت شايفه دوت صاحبي، وببدا اعمل ايه؟ ابدا اكتب له هنا بقى في الوصف، اكتب له هنا ايه في الوصف؟ باجي الجمله اللي انا محضرها ديت قبل التسجيل، باجي اقول له عايز انشاء صوره ثلاثيه الابعاد لشاب شعره اصفر قوي البنيان ملامحه طيبه يجلس على ايقونة فيسبوك، واريد انشاء خلفية عبارة عن نهر ازرق. اقدر اكتب اي حاجة تانية، ولو صاحبي مش قادر تكتب حاجة معينة ممكن تاخد اللي انا عامله دوت وتشتغل بيه عشان تبدأ تتأكد وتشوف الكلام اللي انا عامله ده. في سهم انتوا شايفينه هنا ببدأ ادوس عليه اللي هو بتاع الوصفة، تمام؟ وخلي بالك ان انت صاحبي في المعلومة دي كل 24 ساعة انت بتنفذ عدد الرسائل اللي ليك، خلي بالك عشان مش عمال على بطال، مش كل شوية تكتب وهتلاقي وتكتب وتلاقي. بعد ما كتبت الكلام ده كله اداني فعلا شاب شعره اصفر وخلفية نهر والكلام ده كله. ببدأ اكتب هنا مثلا ايه، بيقول عايز تقيم النتيجة ديت، ولا عايز تكتب تقرير، ولا عايز تعمل لها ايديت، ولا الكلام ده، تمام؟ انا باجي بقى هنا بدوس على حاجة منهم، ببدأ اتفرج واختار اقل حاجة اللي انا عايزها. في حاجات يا جماعة بتكون ادق من كده بكتير جدا، بس هي دي الحاجة اللي انا عرفت اوصل لها وحبيت اوري لكم قد ايه الذكاء الاصطناعي بيبدأ يعمل لك اي، يحول لك اي كلام لصورة، وبيعمل فيديوهات تانية وحاجات احدث من كده. يا ريت نبقى نبص على الموضوع ده بصورة جدية عشان نقدر نستخدمه في شغلنا. شكرا لكم، ربنا يوفقكم.